السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده عملتلكوا بقى الفيديو القمر ده، عملنا فيه كفته الحياتي كما يجب ان تكون الاصليه زي اللي بنجيبها تيبيكال من المحلات، ما فيهاش اي افتكاسات ولا بيكنج باودر ولا بقى اي افتكاسات خالص، ما فيش. دي الطريقه الاصليه اخداها من صاحب المحل. انا قايله لكم قبل كده ان انا جوزي شيف عمومي، فاي حاجه ببقى عايزه اعرفها باصولها بكتها يعني بكل حاجه صح بمقاديرها المظبوطه، بصراحه برجع له وهو بيديني الحاجات دي. شايفين الكفته بتاعتنا جوسي وهشه ازاي، ولا مكتومه بقى ولا اي حاجه، عملناها بطريقه حلوه وسهله جدا وما فيهاش اي حاجه صعبه. يلا بدنا نبدا الفيديو بتاعنا ونعرف عملنا الكفته البرفكت دي ازاي بكل سهوله كده وطلعت معانا بالجمال ده ازاي. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك. مقاديرنا هنا كيلو الا ربع من اللحمه، لازم تجيبيها فيها نسبه دهن من 20 لـ25%. طبعا اللحمه دي حسب بقى عدد، يعني كيلوات اللحمه دي حسب عدد الاسره بتاعتكم، تمام. ومعايا بصلايه كبيره بشرتها وصفيتها تماما من الميه، ولازم تبشريها ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه. بصلايه واحده على كيلو الا ربع لحمه. ومعايا هنا دي ميه البصل احتاجها للتصبيع، ومعايا معلقتين كبار من اللي فرمتهم بالمنظر ده كده بالمبشره، ومعايا معلقه صلصه، ومعايا ملح، فلفل اسود، وده زيت. مكوناتنا سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه، حاجات كلها متواجده في كل بيت. هنزل بالبصله بتاعتي هنا اول حاجه على اللحمه، بعد كده هنزل باللي، وهنزل هنا بمعلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره مليانه من الملح، وهنزل هنا ببشرة من جوزة الطيب بسيطة جدا. انا مش هكتر عشان في ناس كتير بتقولك بتسكر وحرمانية، انا بصراحة يعني مش هفتي معرفش، بس انا بنزل بحاجة بسيطة جدا لا تسكر، يعني عمري ما حسيت ان احنا سكرنا ولا اي حاجة منها، بس تختيري انتي وراحتك. همسك البصلة اللحمة بتاعتي هعجنها عجن مبرح، يعني لازم افضل اعجن فيها لحد ما كلها تتجانس كده مع بعضها وتعمل زي نسيج، يعني تبقى متجانسه جدا جدا. افضلي كده لا يقل عن 3 أو 4 دقايق عجن مستمر من تحت لفوق كده، بصي خلي كل المكونات متجانسه جدا مع بعضها. جوانتي هنا كان خنقني خنقه ما يعلم بها الا ربنا، انا بعد كده اتفق معاكم لما اطلع في الفيديوهات بجد جوانتيات دي صعبه جدا. انا هعجن بايدي عادي، انا بعجن لاولادي عشان ما حدش يطلع يقول يع ومش يع، احنا بنعجن عادي في بيوتنا. عجنتها عجنه كويسه كده بالشكل ده، بصوا اللحمه عملت معايا نسيج كده ازاي. انا عايزاها كده بالشكل ده عشان لما تحطها على صباع الكفته ما تنزلش معاكوا، ودي برضو من ضمن عوامل نجاحها. هحط ميه البصل على معلقه الصلصه على حبه الزيت، انت ممكن بس تستخدمي ميه بصل فقط لا غير، بس انا حبيت اعمل لها ايه، معلقه الصلصه والزيت وشويه فلفل اسود، رشه بسيطه جدا من الفلفل الاسود ورشه بسيطه جدا من الملح، وهقلب كل المكونات دي ببعض. وجبت هنا السيخ، السيخ العادي جدا بتاع الفرن بيبقى مع الفرن، ما عندكيش بقى على قلم او على بتاعتي كام واحده من خله كده بتوع شيش طاووق تستخدميهم. وهبتدي بقى هنا خدت قطعه كده من اللحمه بعد ما بليت السيخ كده، وابتديت بقى ان انا ايه اصبحها بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. بصي حجم الصباع بقى اتحكمي فيه براحتك حسب ما انت عايزه، شوفي انت عايزه الكفته تعمل معاكي كام حبايه فبراحتك يعني، تمام. عايزه تعمليها اصغر من كده مفيش مشكله، انت وحريتك. اهو التصبيع بتاعنا بالمنظر ده، اهم حاجه تفردي اللحمه على السيخ على قد ما تقدري كده بالمنظر ده، وبصبعك كده الكبير حاولي تعملها حلقات عشان تبقى نفس منظر اللحمه اللي احنا بنجيبها من بره. الكفته بتاعتنا اهو، في حاجات بقى تفهموها من الخطوات احسن من الشرح، يعني اللي يشوفني كده وانا ماسكه السيخ وعماله اصبع ايه، كنت شغاله كبابجي قبل كده. تمام. بصوا بقى انا كنت محضره هنا الصاج بتاعي بالراحه كده، بفضل اصبعها كده واخدها لفوق اسحبها بالراحه كده لفوق وانا بصبع علشان تطلع معايا شكلها مظبوط وما تبص مني وانا بحطها زي ما انتوا شايفين كده. والحاجات دي كلها متعلماها من صاحب المحل. همسك قطعه هنا كمان كده اكورها كده في ايدي، انا زودت عشان انا كنت عامله صباع الكفته كان كبير شويه. همسك السيخ برضو همسحه كده وهبتدي انا هعمل معاكم كام واحده عشان اوريكم طريقتي وانا بعملها عامله ازاي.
بصوا بقى يا جماعة، هي دي بقى كفتة الحاتي الأصلي، هي دي مقادير كفتة الحاتي الأصلي. إيه، ما بيتحط لهاش برغل، ما بيتحط لهاش بقسماط. أنا بشوف ناس بتعملها بطرق تانية مختلفة. هي الطرق التانية المختلفة مش وحشة، بس مش دي بتاعت الحاتي، مش دي اللي احنا بنشتريها من المطاعم وبناكلها بتبقى معجبين بيها. بتبقى مختلفة، هي حلوة اه بس مختلفة، لكن دي الأصلية. أنا عايزة أقولك إن انتي لو حطيتيها في عزومة، يعني بجد مستحيل يشكوا ان انتي اصلا مش شاريها. لا، اللي يدوقها هيحسبك جايبها من بره، من كتر ما هي طعمها مقارب بنسبه كبيره جدا لطعم الكفته الجاهزه اللي احنا بنشتريها من بره. اهو شايفين كده، بنصبحها بالمنظر ده، وماسكه جدا على السيخ وما بتقعش وما تخافيش خالص طول ما انتي عصره البصل كويس بتاعك، ونسبة السوائل فيها مش كتيرة، تطلع معاكي ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجة كده في غاية من الروعة والجمال. اهو مش مكتومة، وطعم حكاية. يعني هعمل معاكم، خدها اخر واحد هعمله معاكم، وهوريكم ازاي بقى الكفتة ماسخة ماسكة على، بقول لك ماسخة، اسفة، ماسكة على السيخ اهو بالشكل ده. ظبطوا بقى الشكل عشان يبقى كده ايه الحاجة تمام، يعني تبقى كلها كاملة، مجاميعه من طعم الشكل لكل حاجة. اهم من الشغل تظبيط الشغل. يعني بصوا بقى، انا قعدت اهزها لكم كده عشان اوريكم ان هي ماسكة ازاي على السيخ، اهو كل الخطوات قدامكم. خلصت الكمية بتاعتي كده. انا بقى الصلصه اللي فضلت معايا، اللي هو الخليط الزيت والصلصه ورشه الفلفل الاسود ورشه الملح دي، قلت ادهن بيها وش الكفته. هي قاعده تعمليها مفيش مشكله، مش عايزه براحتك هي، بس هتفيد معاكي ان هي هتديكي لون للكفته كده، ما تتحط تحت الشوايه لون حلو. الكفته هنا بقى انا هدخلها الفرن، هتقعد معايا نص ساعه، وهفتح عليها الشوايه 5 دقايق. بعد كده طلعت من الفرن معايا تمام، واستوت كويس جدا. جبت بقى ورقة ألمونيوم كده، عملتها زي طبق، ورحت حاطة فيها الفحمة الكدبة، ودي اختيارية طبعا، بس احنا حبينا نكمل بقى الطبق كأنه من بره بالظبط لحد الآخر. ورحت حاطة شوية زيت عليها، ورحت مغطيها بالمنظر ده، وسبتها حوالي ربع ساعة لما البخار بتاع الفحم كان اختفى تماما، وطلعت معانا بالجمال والعظمة. تجربوها وان شاء الله تدعولي. اشوفكم على خير، باي باي.